لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. من قالها أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. فتعلموها رعاكم الله، تعلموها وعلموها رعاكم الله.